مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء فنائي مرافقة الكرام أجل غنم بذي الدنيا وفي دار البقاء بقائي فرافق أهل علم النور تحظى بأحلى العيش في أصفى الهناء هنائي فيا لله من عيش كريم مع الأخيار في حلل الصفاء صفائي تقابلك المسرة كل حين إذا هبت نسيمات نقائي وتظفر بالأمان والمزايا وتصبو حين كشف للغطاء غطائي وتصبو ثم تصبو لا لميا ولكن نشوى ثجاج العطاء فوا شوق الفؤاد لخير عيش مع الأحباب في غرف اللقاء حظائر قدس مولانا تعالى جوار النور مبهر كل رائي محاضر أحمد يغشى سناها فيا لله من ذاك السناء عليه الله صلى ما ضاءت شموس الوصل في أفق السماء سمائي مع الآلي معادني كل سر وأصحاب حبو صافي الولاء ولائي مصاب